ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما، رجعنا بفيديوهين او تو تريلرز جداد هنا في ستيفلر رياكشن. هنعمل لهم لفيلمين احتمال كبير جدا هينزلوا في عيد الاضحى، وهو الفيلم الاولاني فيلم قمر 14، والفيلم الثاني هو موسى. موسى نزل يا جماعه التريلر بتاعه امبارح او اول امبارح، التريلر بتاع قمر 14. احب اقول لكم انا كنت عايز اتفرج على التريلر بتاعه ده من زمان فحت، وما كنتش لاقيه خالص، لحد ما في واحد ابن حلال بصراحه كتر الف خيره وبجد بشكره من مكاني هذا، بعت لي التريلر على الصفحه بتاعتنا على فيسبوك اللي انتوا لسه ما عملتولهاش عليها فولو. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ريت تروحوا هناك وتعملوا لها فولو. بعت لي التريلر بتاع فيلم قمر 14، والحمد لله ان هو كمان بكواليتي كويسه، فانا بجد استغربت ان هو بعته لي وكتر الف خيره، بجد بشكره جدا جدا جدا، لان انا دورت عليه على يوتيوب كتير ما لقيتهوش، وكان في ناس كتيره جدا اتكلمت على التريلر بيقولوا ان هو احتمال كبير يبقى حلو، واحتمال هيبقى حاجه شبه هيبتا بقى، رومانسي بقى وبتاع وبتاع، وانا كنت نفسي اشوف التريلر فانا ما لقيتهوش، وحتى لما دخلت السينمات ما عرضتهوش، فانا مش عارف هو في ايه اللي في التريلر ده الغريب يعني. بعتذر لو اليومين اللي فاتوا ما نزلتش اي حاجه، بس انا عشان زي ما كنت كاتب كنت كاتب زي بوست كده في الكوميونتي هنا على يوتيوب، ان انا معلش بس كنت يعني زي ما تقول كده اوت اوف مود بقالي يومين، فما كنتش حابب ان انا اعمل فيديوهات سواء على هوم سينما او على هوم الون. الكام فيديو اللي انتوا شفتوهم على هوم الون انا كنت بنزلهم من لعبه انسايد وليمبو، دول كلهم انا مصورهم من زمان ويا دوب عملت لهم اديتنج وعامل ابلود وحطيتهم في البرايفت عندي، وكل يوم بنزل فيديو على اساس ان هو كل يوم يبقى فيه جديد يعني، والناس يعني تحب ان هي تتفرج على الفيديوز يعني. انا بتاسف لو اخر يومين ما عملتش اي حاجه، عشان انا عارف ان انا معودكم دايما اعمل فيديوهات كتيره جدا جدا جدا، كل يوم حرفيا ممكن فيديو او فيديوهين، انا عارف وبتاسف جدا، على الرغم ان انا اخر فيديو كنت عامله من 3 ايام يعني، انا اخر فيديو كنت حرفيا كنت عامله من 3 ايام، بس انا معلش انا بحب دايما ابقى مور اكتيف في الحوار ده ان انا اعمل فيديوهات كتيره، بس زي ما قلت معلش يعني كنت يعني هابس داون يعني زي ما بيقولوا، او كنت مش في المود يعني، من الاخر يعني ما كنتش في المود يعني. فاهو رجعنا نعمل فيديوهات وعملنا كذا فيديو تانيين، ده اول فيديو اللي احنا عملناه هو موسى، وان شاء الله باذن الله يعني عملنا فيديو برضو، هيبقى لسه في فيديوهات تانية هتنزل. او خلينا نبدا على طول بالتريلر رياكشن بتاع فيلم قمر 14 اللي هو احتمال ممكن ينزل في عيد الاضحى، وهو من تاليف محمود زهران ومن اخراج هادي الباجوري، والكاست ليست يعني عظيم يعني، الكاست ليست في ناس تقيلة يعني، في ممثلين كتار قوي، وده كان من سبب الاسباب اللي انا على فكره كنت عايز اعمله تريلر رياكشن، عشان كده انا كنت متضايق ان انا ما لقيتش التريلر بتاعه. مين بقى في الكاست ليست؟ عندنا خالد النبوي، عندنا احمد الفيشاوي وبيومي فؤاد ومحمد علاء وخالد انور ومحمد جمعه ومي الغيتي اسماء ابو اليزيد وشيرين رضا وغدا عادل ومحمد مهران واحمد بدير، ليلى عزب العرب وعارف عبد الرسول احمد حاتم واحمد مالك، في ممثلين كتير جدا، عشان كده بقول لكم انا كان نفسي اعمل له تريلر رياكشن. انا طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، واخيرا التريلر بقى معايا وهشوفه دلوقتي لاول مره هنا على هوم سينما فيلم قمر 14. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. جدا عنده قدره عجيبه على التعبير عن حالته، ساعات يحسسك بالهدوء السلام، وزي ما القمر بيقدر ياثر على الارض بطبيعة الحال بيأثر على البشر اللي هم جزء منها. محدش بيعرف يغير أبوه وأمه يا ابني. حاول تنسى. تكوينهم من نفس تكوينها، فعالاتهم وردود أفعالهم. مش واخد بالك من حاجة خالص؟ شعري. أنت عبيط يالا؟ بس أنا فعلاً على علاقة بالشخص اللي معايا في الصورة. قمر 14 يا حبيبتي. فكرتي؟ أنت في حد شافك وأنت جاي؟ مصر يا سادة ما فيهاش فتنة طائفية. أوعى تهدوا المخزن علينا، أنا شايف القصة. انت مش ست سيئه السلوك، انت واحده بتحب واحد وعايزه تتجوزه، ايه العيب في كده؟ هو انت ناقص عايز تودي نفسك في داهيه؟ احنا بس عايزين نفهم ليه يا مريم. يعني حضرتك ممكن تقولي المره دي السبب ايه؟ تعالى يا حبيبي تعالى، ومن فضلك شيل السكينه. حرك عليا طويل. اوكي، هو اكتر حد شدني في التريلر هو محمد جمعه وخالد النووي بصراحه. ستايل الاخراج باين قوي ان هو هادي الباجوري، يعني ستايل الاخراج عجبني، والفيلم حاسه هيبقى حلو، اتكلم على فتنه طائفيه والكلام ده كله،
مش عارف اذا ده هيبقى يكون المين فوكس بتاع الفيلم ولا ايه النظام يعني. وعلى فكره هو المخرج بتاع هيبتا يعني، الناس اللي مش عارفه هو مخرج بتاع هيبتا، وكان عامل برده كان فيلم الضيف اللي كان مع احمد مالك. مش عارف اذا كان ممكن يكون فيلم عيد ولا ايه بالظبط، انا مش عارف يعني. بصوا هقول لكم على حاجه، انا هعمل حلقه مشتقه لوحدها كده هتكلم على الافلام الاحتمال، وركزوا على الكلمه الاحتمال، تنزل في موسم عيد الاضحى 2021، زي ما كنت عامل في موسم عيد الفطر 2021 كنت قايل على افلام قلت احتمال تنزل مش بالتاكيد هتنزل، وفعلا في منها نزل وفي منها ما نزلش. عشان كده بقول لكم احتمال اعمل حلقه كده مع نفسها بتاعت عيد افلام عيد الاضحى واتكلم فيها شويه. بس انا حاسس من وجهه نظري مش حاسه فيلم عيد يعني، انا شايف لو الفيلم ده نزل في العيد هيسقط بمعنى الاصح يعني، انا شايف ان هو هيفشل يعني، انا شايف ان هو هيفشل يعني، عندي احساس ان هو هيفشل بصراحه الفيلم ده لو نزل يعني. انا اتمنى ان انا اشوف فيلم اهل الكهف في العيد يعني، انا اتمنى بصراحه فيلم، في فيلم اسمه اهل الكهف، ما اعرفش انتوا تعرفوه ولا لا، بس هو لسه ما خلاص، بتاع محمد ممدوح وفي خالد النبوي، في هيبقى في برضه غادة عادل ومحمود حميده وفرج وبيومي فؤاد وفتحي عبد الوهاب واحمد فؤاد سليم وريم مصطفى وصبري فواز، وهيبقى في وعبد الرحمن ابو الزهر، هيبقى في ممثلين كتير قوي يعني. امبارح لسه قاري بوست كنت كان مكتوب ان الفيلم ده احتمال كبير هيبقى حاجه شبه جلاديتر بتاع راسل كرو، بس انا مش حابب ان هم يصنفوا الفيلم بالتعريف ده لان ما حدش هيعرف يعني. في نوعيه الافلام بتاعت الجلاديتر انا شايف من وجهه نظري نو وان كان اوفر توب جلاديتر، انا جلاديتر بالنسبه لي بتاع راسل كرو واحد من افضل افلامي في التاريخ يعني، انا شايف ده من وجهه نظري الشخصيه. الفيلم مهما شفته وما بزهقش منه، فيلم طويل، الفيلم بتاع اول مستند ساعات، مهما شفته ما بزهقش منه. اتمنى انه ممكن فيلم زي فيلم اهل الكهف ده ينزل في العيد، لو فيلم اهل الكهف ده نزل في العيد هيعمل شغل حلو. لكن الفيلم ده انا بصراحه لو نزل في العيد مش متفائل له خير يعني، انا شايف ان وجهه نظري مش متفائل له خير، واتمنى ان هو ما ينزلش في العيد لان انا شايف ان هو هيفشل. نسبه ترقبي ليه 6/10 مش اكتر من كده. نخش على طول على التريلر الثاني، وهو الفيلم اللي مفروض عمل قلبان على السوشيال ميديا بالحاجه الجديده اللي نازله بقى والحاجات الروبوت والحاجات دي كلها، هو فيلم موسى. واتمنى قبل ما اشوف التريلر اتمنى ما يكونش شبه افلام انجليش، اهو انا ديني اقسم بالله انا ما شفتش التريلر وحلفت اهو، اتمنى ما يكونش اي حاجه من الافلام اللي انا هقولها، اتمنى ما يكونش حاجه شبه ترمينيتر، اتمنى ما يكونش حاجه شبه ريل ستيل، اتمنى ما يكونش حاجه شبه تشابي، في ايه تاني، اتمنى ما يكونش شبه الحاجات دي يعني، الحاجات بتاعت بره دي اتمنى هو ما يكونش حاجه منها، تمام. قبل ما اشوف التريلر اهو، طبعا هو من تاليف ومن اخراج بيتر ميمي، والفريق البطوله هو كريم محمود عبد العزيز هو البطل بتاع الفيلم، اياد نصار واسماء ابو اليزيد وساره الشامي، احمد حاتم ضيف شرف، احمد مالك، محمود حافظ، احمد العوضي، محمد لطفي، عمر الشناوي، في ممثلين برضو تانيين. سمعت ان بيتر ميمي بقاله 4 سنين تقريبا شغال على البروجكت ده، فاتمنى ان هو يطلع حلو وما يطلعش حاجه كحيانه يعني، لا مؤاخذه، اتمنى ان هو يعني تريلر يعجبني بجد، لان انا لما بشوف حاجه شبه كده مصري بجد بتبسط، حقيقي بجد بتبسط، انا مش بتريق بجد بتبسط. بس لو انا شفت ان انتوا بتاخدوا حاجات من افلام بره ده انا بتضايق، زي النهايه لما قعدت اقول شبه بليد رانر 2049 وتوتال ريكول ومش عارف ايه وبلا بلا بلا وترمينيتور والكلام ده كله، قعدت تقولوا لا ومش، وبالفعل فعلا لما اتفرجت على المسلسل في حاجات متاخده فعلا، من اكتر الحاجات اللي كانت متاخده كان توتال ريكول، فاتمنى بصراحه ما اشوفش الحاجات دي في التريلر، تمام. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي اول مره فيلم موسى، يلا بينا. الميكاترونكس بيحاول يوصل لطريقة تفكير البشر، تفكر انك هتغير الكون، شو ده الحل يا حي، انت كده هتموت.
اوكي ثانيه واحده، انا عايز اعرف حاجه بقى عشان انا اتخذت زي ما قلت. يعني اولا بص، قبل ما اخش على حوار احمد حاتم الهرم الرابع برضو مفيش فايده بيتر ميمي، يعني انا اسف انا اسف، كل اللي انا شايفه في التريلر مقتبسين من فيلم تشابي فعلا. اوكي مش هتكلم، بس انا بجد بجد على الرغم ان انا حسيت ان هم مقتبسين فعلا من فيلم تشابي، بس انا مبسوط باللي انا شفته، حاسس ان هتبقى حاجه نظيفه مبدئيا. ده واحد. الموسيقى ساوند تراك اللي شغال في التريلر على فكره حلو فشخ واختياره حلو جدا. بس انا بقى اللي عايز افهمه على موضوع احمد حاتم ده، هل بقى ده جزء تاني من الهرم الرابع ولا الهرم الرابع؟ انا ما شفتوش كله، انا اتفرجت على اول حبه منه وبعد كده بصراحه اتنفخت منه وقفلته تمام، لان هو حرفيا كوبي بيست من مستر روبوت. كان في حلقه من حلقات مستر روبوت متاخده بالظبط هرم الرابع كوبي بيست تمام. فانا عايز اعرف بقى هل موسى ده ايه بقى، الجزء التاني بتاع هرم الرابع؟ الناس اللي اتفرجت على الهرم الرابع يا ريت تقول لي في الكومنتس، هل موسى ده جزء التاني بتاع الهرم الرابع ولا موسى ده سبين اوف جوه عالم مثلا بيتر ميمي بعد كده هيبقى فيه حاجات تانية؟ فحابب اعرف الحوار ده، هل هو سيكول، هل هو بريكول، هل هو موسى ده سبين اوف من فيلم الهرم الرابع بعد كده هيبقى فيه انتروديوسنج لكاركترز تانيين؟ فياريت برضو توضحوني في الـ في الـ في الـ في الكومنتس تمام. انا بصراحه على قد ان هو ماشي اللي احنا شايفينه ده منتج مصري، بس انا بصراحه مبسوط، انا مبسوط من اللي انا شفته، وان حاسس ان في تقدم في السينما المصريه ان هم يقدروا يقدموا لنا حاجه ساينس فيكشن تمام، على قد ان هو مش واو، بس ابتدوا ان هم يقدموا لنا حاجه الى حد ما كويسة او غير المألوفة اللي دايما بتتعرض في السينمات. على الرغم برضو ان حسيت برضو في شوية حاجات كده مرمية في النص، حاجات متاخدة من اكس فايلز، المسلسل بتاع اكس فايلز بتاع ديفيد دوتشوفني في النص، بس ماشي ماشي. انا كسي جي اي وكجرافيكس وروبوت ومش عارف ايه والكلام ده كله، انا يا عم انا مبسوط، بس في الاخر اتمنى يطلع فيلم حلو، اتمنى ومتحمس ان انا اشوفه. وغير ان انا متحمس ان انا اشوفه، كنت عايز اقول حاجه تانية بس انا للاسف حاسس ان انا بنسى او حاسس ان انا نسيت. على موضوع كريم محمود عبد العزيز، انا بحب محمود كريم عبد العزيز من ساعه مسلسل هوجن تمام، بس انا من وجهه نظري حاسس من التريلر، يمكن يكون الفيلم حاجه تانية، حاسس ان من التريلر ان هو هيبقى اختيار غير موفق، اختيار كريم محمود عبد العزيز ان هو يبقى ليدنج اكتر. انا شايف لو هو كان ممكن يبقى سبورتنج اكتر، هو يكون الجانب الكوميدي، عارفين انتوا دايما الجانب الكوميدي بتاع السبورتنج اكتر اللي دايما بيبقى نير ونير مع بطل الفيلم، انا متاكد مليون في المية كان هيبقى حاجه جامده فشخ، زي الدور بتاعه في هوجن مع محمد امام في مسلسل هوجن ده. انا كان لطفي الحرق، انا من وجهه نظري ده شايف كده، ممكن الفيلم يغير توقعاتنا خالص، بس انا مش قادر اشوف ليدنج بيرفورمانس كريم محمود عبد العزيز في مسلسل، سواء في مسلسل او سواء في فيلم مع الاسف. يعني انا شايف لو هو كان في ليدنج بيرفورمانس حد اقوى كان ممكن الفيلم هيتباع اكتر. ممكن بيتر ميمي عايز يقدم كريم محمود عبد العزيز ان هو ممكن فعليا ينفع ليدنج اكتر واحنا مش شايفين منه، ده برضه حركه كويسة قوي من بيتر ميمي، واختيار كريم محمود عبد العزيز في البروجكت ده حاجة كويسة جدا، زي ما تم اختيار أمير كرارة في حرب كرموز كليدنج اكتور، واول لما نزل فيلم كسر الدنيا. أمير كرارة اصلا بعيد عن السينما من زمان جدا جدا جدا، حتى في هروب اضطراري هو ما كانش ليدنج اكتور، هو كان سبورتنج اكتور جنب احمد السقا، ومن ساعه ما نزل حرب كرموز وبعد كده دخل بقى في كازابلانكو الحاجات دي كلها ابتدى ان هو يكسر الدنيا. فالله اعلم، ممكن اختيار كريم محمود عبد العزيز ممكن يكون موفق، الله اعلم، بس انا مبسوط بصراحه من اللي انا شفته. يعني انا مبسوط على الرغم ان انا حسيت مقتبسين من حاجات تانية، بس انا مبسوط ان الى حد ما في حد في مصر او صانع سينما في مصر بياخدوا او بيدفعوا فلوس وبياخدوا الريسك ان هم يعملوا حاجه شبه دي، سواء طلعت حلوه او طلعت وحشه، بس انا مبسوط ان هم بياخدوا الريسك احسن من ناس تانية، احسن ما يقول لك ان انا احط فلوسي في فيلم اوريدي عارف ان هو ناجح، اجيب فلان واجيب فلان واجيب فلان واجيب فلان واحط شويه اكشن، احط شويه افيهات سخيفه، احط وفي الاخر هيجيب لي فلوس، مفيش اي مشكله، بس هو هنا اخد الريسك وانا بصراحه مبسوط فعليا بجد من اللي انا شفته. نسبه تراكمي لفيلم موسى هو 7.5 من 10، وبصراحه برضو اتمنى ان هو ما ينزلش في عيد الاضحى، وهقول لكم ليه اتمنى ان هو ما ينزلش في عيد الاضحى في حلقه العيد الاضحى اللي انا عايز اعملها، او الحلقه اللي هنتكلم فيها على الافلام اللي هتبقى ريليز في افلام او في موسم عيد الاضحى 2021.
بس دي كانت حلقتنا النهارده عن فيلم موسى وفيلم قمر 14. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.